لسه مستمرين مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. هذه المرة نتحول إلى أرضية الملعب، حيث الزملاء الأعزاء أحمد المسيري وشريف عادل. مسيري شريف، أهلا وسهلا بكم، تحياتي. وخلينا نبتدي مع مسيري. يا مسيري اتفضل. برحب بيك زميل عزيز ابراهيم فايق، وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل استاد محمد بن زايد، واللي بيظهر في ابهى صوره لاحتضان مباريات كاس السوبر المصري، سواء مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع وايضا المباراه النهائيه. لو تحدثنا عن بيراميدز في لقاء اليوم، مباراه اليوم امام سيراميكا كليوباترا لتحديد صاحب المركز الثالث في كاس السوبر المصري، قد تكون الاخيره لجيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعدما تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا أو حتى بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر وابتعادوا عن المنافسة على لقب كأس السوبر المصري. فريق بيراميدز سيخوض هذا اللقاء بتشكيلة جديدة، يمكن تغييرات كثيرة وكبيرة في صفوف الفريق. أبرز تلك التغييرات هما اللاعبين يوسف أسامة نبي وبعض اللاعبين، يوسف أسامة نبي يمكن ما كانش بيشارك، وسيف فاروق جعفر. يمكن أيضا هناك غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز، اسلام عيسى، ابراهيم عادل، الشناوي. ويمكن جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قال ان غياب الثلاثي ده كان سبب اساسي في هزائم الفريق في الفتره الاخيره، رغم انه لم يكن الافضل في كل، لم يكن الأسوأ، بل كان الافضل في كل المباريات التي خاضها خلال الفتره الماضيه. توضيح بس يا ابراهيم، بالنسبه لشريف اكرامي، انا سالت جيمي باتشيكو في مران الامس ما هو السبب الرئيسي لاستبعاد شريف إكرامي، هل هو سبب فني ولا بسبب الإصابة؟ قال لي إن شريف إكرامي أصيب بنزلة برد شديدة أثناء تواجد الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة سان داونز، وبالتالي عاد للقاهرة قبل مواجهة الفريقين هناك، واللي انتهت بالتعادل. الفريق لم شريف إكرامي لم يتدرب هنا في القاهرة، وانتظم في التدريبات فقط في معسكر الفريق في أبو ظبي استعدادا لمباريات السوبر المصري. أخيرا صاحب المركز الثالث في لقاء اليوم سيتسلم الميدالية البرونزية عقب المباراة مباشرة دون الانتظار للمباراة النهائية. يمكن دي كانت أبرز أخبار وكواليس نادي بيراميدز، والآن تعود الكلمة من استاد محمد بن زايد إلى الاستديو التحليلي والزميل العزيز إبراهيم فايق.